السلام عليكم السي المختار. وعليكم سلامك. ناقص السي المختار ياك لاباس. وجهك صحيح وراجع لي بدوك الشراء التاني. ياك لاباس السي المختار، شتك دخلتي فيا طول عرض، اش درت ليك؟ لا والو، غير القوامج اللي بعتي لي المره الاخرى ما داوش لي العام. وانا يدوم غير وجه الله، الله شاهد عليا السي الحاج، الا كنجيب لك من العزله المزيانه. شوف هادو راه كلهم من العزلات المزيانين. ما عندك شي حاجه جديده؟ واش جديد له جده والبالي لا تفرط فيه؟ هادشي اللي كاين هاد الساعه وساعه اخرى دخل سوق راسك. قولي شنو هذاك؟ هذاك هذاك بوط. نشوف هاك هاك انت كبوط مزيان. اياه وهذا بعدا فيه الضو. اياه قيس قيس. اياه نقيس، علاش ما نقيس؟ اجي علي هذا معلم. زين كي جاك علي هادشي؟ وهذا كان معلم ياك. دور 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 شوف انس. جمعك 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 صحة وراحة. ما عندك ما تقول. وهذاك وقيلا الى مكتب لي. ايوا سيدي الى تفاهمنا غادي يكون مكتب لي، ما يكون غير الخير اسي الحاج. غادي نبدا بالحاج عثمان وهداك فلوس الكراوة مضمونة عليك، ما معاه حتى مشكل. نتبعو بمول المكتبة حتى هو ما معاه مشكل. تعطلت عليك شي شوية ولكن ماشي مشكل، كنت عارفك غادي تجي. شحال تيق في راسك؟ حساسي كاع ما كيخيبني. والله ما كنت غنجي. ياك؟ قلت ماما غنمشي نجيب غير واحد الزاد بزز باش خرج. ويلا يمشي نجيبهم. وعاد ندوز نشوف مع هذاك الروفيكس، ديما معطل عليا الفلوس، ديما المشاكل. شدوا لي الولد، المرأة غتفتح، الدري طاح من الصح، والله حتى للسلامة. غنشوف معاه شي حل ولا غادي يركب فيها مرض السكر. ياخ غير ذكرت سميتو على فمي تفرقعت الرويده. اطفو الله يخليها زلمه. ها مشيت عطلت بلاتي شويه ما غادي يهضر معك حتى شي واحد. اه انت ما كتعرفش ماما. وفوقاش غنشوفك؟ دابا نعيط لك. اجي خذي شي كتاب. الله سيدي الى جمعك وتك. جابك الله. هات شوف كي جبتك. غزال تبارك الله. واش دخلنا عليك بالله؟ كاين شي واحد كيلبس المونطو في الصاد. في الصاد؟ ايوا لالا هذا شريتو دابا، لان في البرد غادي يولي ثمنه مدوبل. اسيدي شري ولا بيع دبر راسك، المهم هو ولدي. مالك معاه؟ تشكى عليك؟ ايوا لالا هذاك راه ماشي ولد، هذاك مصيبه كحله سلطه علينا الله. مالو؟ اش دار ليك؟ اش دار ليا؟ خليته في المحل، مشيت للبنكة، جيت لقيتو لعب لي بلاكيس. شنو؟ شحال دالك؟ 100 درهم. 100 درهم كاع؟ ومال 100 درهم؟ ماشي فلوس. اه اليوم 100 غدا 100 نديرو فايت. يا سيدي راه شرا باغي الجورنال باش يقلب على خدمة. مزيان، ما بقاتلو غير الخدمة ديال الجورنال. واش غيدير مسكين؟ بحالو بحال كرانو، قرا ما جابش الله. هادو كرانو هما اللي خارجين عليه. كتعرف ولدي ما عنده صحاب. يلا حسن راك عارفو وعارف امو. ايوا لالا راهي ما دافع عليه. وبغيتي الصراحة، وهذاك ماشي ديال البيع والشراء، اللي بيع والشراء بغى شي واحد قاسح بحالي. بحالك ما بقاوش. شنو نقول لك بعدا؟ دخلنا عليك بالله، واش شي واحد باقي كيشري الحوايج من الخردة؟ شري هذاك المونطو وخلقه في الأرض والله لا هزيتو.
واش يعرف الدجاج الجزور؟ هذا راه غير 60 درهم هنا، ثمن خليل واجره كثير. كي جيتك؟ عم درا شنو درتي؟ اش غندير؟ راك عارف ومن الصباح انا كنتسنى في المدير، في الاخر ما يقولوا لي سير خذوا واحد في بلاصتك. واش عرفتي شكون؟ شكون؟ نسيب الشيفور ديال مراه المدير. بنت خاتم الباش. مزهر عندك اخويا اكثر من ديالي، ولكن ما تقلقش، هادشي راه جاري به العمل. ما تقلقش؟ كيفاش اخويا ما تقلقش؟ والوالده مسكينه. صبر حسن صبر. نصبر حتى لين. ملي مات الوالد الله يرحمه، الوالده كتضرب في تماره، كتجلس في الموقف باش ترسها على عباد الله، باش تكبرني وتقرني وتردني راجل. والصحه ما بقات عندها. بغيت اخويا غير نخدم باش نضلع غير شويه من داكشي اللي دارت عليا. دابا يسهل الله. سيدي اليوم غادي نتكلموا على الاناناس. معنا زوج ديال الضيفات، معنا مريم و الانسه رانيا اللي جاوا عندنا من سلا، فكنحييو جميع الاصدقاء اللي كيشاهدوا البنات. شدوا لي هذا المشقوف هذا وسيروا تنعسوا. يلا بركه. كيش ميلاتي ما قديتش بصحه الكبو طب. اه عجبك؟ ها الله يرضي عليك. ايه شو الناسو؟ ايوا كان غير كلمك الله يرضي عليك. ايه ودي مع اختك وعاودت لي هذيك الخبيره ديال الحديد دار الحرامي. انا بغيت اتاي اتاي واتاك بابا الكبوط. الله يرضي عليك. بابا خاصك تشري لنا الحوت. الحوت؟ ومنين غادي نجيب لك الحوت يا بنتي؟ ها حتى هو طلع له الدم ولا كيحرق. السيدة كيدخلوا يومين لقاع البحر يلا كيخرج جوج حوتات. لا راه حيت الاستاذه قالت لنا ناكلوا الحوت ولا اللحم. اه الاستاذه اللي قالت لكم هادشي ولا هذاك المشقوف هذاك؟ ها ايوا طفيو عليا سيدي، راه ماشي نتوما اللي كتخلصوا الضو. والله الا قالتك الحق، هذيك الخضره دارت لي الاسهال. واش من شي الحيمات؟ واش بغيتيهم بقرين ولا غنميين؟ غنميين. غنميين؟ ايوا لالا الغنمي لقاو فيه المرض الكوليسترول. واش لي نبى البقري؟ البقري؟ البقري لقاو فيه الله يجينا وينجيك جنون البقر اللي كياكلو كيولي فيه بوهروال بحال الترومبيه. البنات باكم ولا دكتور ديال البهايم. السلام عليكم. ممكن مالك راه تعطيلا ياك لاباس؟ مالك انت وليدي ياك لاباس؟ مالك اش عندك؟ ما مالي والو ممكن ما كاين والو والو ولي بدي ما كاين والو. واش هاد الحاله وليدي؟ وانا وليدي تعطلت اليوم، داتنا واحد المره من الموقف، حنا ربعه ديال العيالات مشينا وليدي خدمنا عده واحد الفيلا وليدي اش غنقول لك، ويحرك فيها العود. وطلبتها وليدي قلت على وعسى تدوي مع راجلها يلقى لك شي خديمه. خلاص عليا الواليده باقا تقي في هاد الناس، راه بغات دير لك خاطرك وصافي. وحنا وليدي ما لناش خاسرين، قال لك تبع الكذاب حتى لباب الدار. وانت عييت؟ انا والله الا عييت بارك هذا الله. واش غدير وليدي؟ وراه ماشي انت الاول ولا الاخر. وقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنبغي هكا سير وليدي شرب شي قهيوه الله يرضي عليك. طلعت نخليها معاه بلاش المهمش. شرب وليدي قهيوه الله يرضي عليك، تنطيب لك العشاء. عارفه ولدي الله يرضي عليك. وصافي وليدي الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. ابدي صباح الخير المهمة. صباح الخير. كب لك وليدي فطر، كب معك لختك الله يرضي عليك. واخا هضرت ليا مع با؟ يا وليدي الله يهديك، با كان تكلم لي على الفلوس كتكحل الدنيا في عيني. صباح الخير. صباح الخير. الله الله
انت اليوم صباح مشيك غادي للوزارة؟ غادي نمشي نشوف واحد الشركة لا سهل الله. اه مزيان. اه الله. صباح الخير بنتي. خذي بنتي تفضلي خذي. قرب اختك قرب اختك للدار. أبا خصني واحد كتاب. صبحنا الله مازال قاعد ما تسفيلنا. شحال كيدير هذا الكتاب؟ 100 غادي تقرا يد مياتي. هاك 100 ديالك. تاجرو مزيان. أبا واش باقي شي كتاب ب 100 ريال و 100 درهم؟ 100 2000 ريال. وي واش كيتسحب لكم الفلوس كيطيحوا عليا الشتا؟ مزيان واش غادي ندير انا كاع بهاد القرايه هادي؟ وكنت تزوجتي وهنيتينا من هاد المصاريف كاع. صافي أبا ما بقيت باغي لا فلوس لا فطور. نوضي انت الا بغيتي نوصلك في طريقي. هادشي النفس ودير بحال اختك. خصنا بهاد الفطور كاع. كيتعامل معانا بحال كاع ماشي ولادو. مديش على باك باك راه كبر يتيم متعذب في صغرو. كانت مربيه مرتباه مكرفسه عليه. داكشي علاش خرج قاصح وليدي. بزاف على القصوح يا امي. واش هو تعذب يعذبنا معاه؟ ودوك الفلوس كاع اللي عنده ولا ما متعش بهم راسو متعنا معاه اش غيدير بهم؟ كاين بس ما كاين بس. واش شي وليدي تمارا اللي دوزت انا معاه فطرت الله يرضي عليك. عارفه ولدي عارفه. ياك بعدا عجبكم الحال او الحمد لله وماذا نعاودوا هو فلوس موجود الحمد لله. ها اوي سي فاضي هالعار ايوا هذا كرسيتي فاليزا وا فاليزا والله العظيم راه تبارك الله عقلت لي على السميته ديك الشحومه اللي مربيه. سير سير. لا ماشي عليك الا اه راكي توصلي عيطي ليا. يلا بالسلامه الساعه الله يعاون. خديجه محمد بالله هادي السيده اللي كدويت لك عليها. مرحبا. هذاك الحاتروف عندك شحال عنده من عام؟ عندو سيدي شي 26 ولا 27 عام. وقرا سيدي وما جابش الله. الله يجعل ربي يخلي لك وليداتك. كاينه واحد الخدمه ولكن ما طلبش القرايه الا قبل عليها. هو يقبل عليها سيدي ولا مالو ما يقبل عليها. راه عيا بالقلوس هاي عدي فاش ما قسم الله. واخا ما كاين مشكل سيري كوني هانيه. واخا سيدي الله يكثر خيرك. انا غنتصل دابا. الو سي خالد السيفي ديالك راه مهم وعلى هذا القبال الشركه ديالنا غتصل بك في اقرب فرصه ان شاء الله. بارك الله فيك سيدي. مع السلامه. واش حال زوينين هاد الفلوس هادو. اه وكيدير قيمه لبنادم. البعيد كيرجعو قريب الخيب كيرجعو زوين كيديرو الطريق في البحر. إوا راه قالو هاللونين اللي ما عندو فلوس كلامو مسوس. إوا الله ينجينا من هاد الآفة يا العياذ بالله. لا حول ولا شكون غيجي في هاد الليله؟ ما عرفتي انا غنجيب شكون؟ انا با خالد. زيد زيد دخل دخل مرحبا بك دخل. فين اخويا؟ كي داير؟ زادنا البركه اخويا. كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله. كي دايره الوالده؟ الحمد لله. امضره اش درتي في داك الشيء؟ راك عارف.
تسنى دابا نتصلوا بك. فاك عليا هادشي ديالك وتهلا فيه، راه مازال غنحتاجوه. القميجه والكرافطه ما بقيتش نحتاج ليهم، لقيت واحد الخدمه ما طيحش كاع البال. دخلتها لك والله. وفاش اخويا؟ قول لي الوالدة. قول لي انت مالك؟ لا لا قول لي الله يرحم بك. قولي لي قارصونا وليدي في واحد القهوة. ها؟ قارصون في واحد القهوة. ألا خليد وخليد فرحة. الله يرحم الفرحة يا بينا عليك الفرحة. عدي حتى يجيب الله محسن. هي كتقولوا الوالا عدي بن علا تجيب الله الصبار. يا دابا اتفقت عليا بجوجك. اسمع با خالد، غدا ان شاء الله القهوه الاولى على حساب خو. لي دو ديرني انا سي اجرام جوع اليومين شفتك مع واحد توتا. شكون هي؟ اين وحده فيهم؟ نسيت بلي عندك هادشي مرون. خلاص حميد، ما مرون ما والو، عارف خوك يبغي يرون دي سيرفيس وصافي. سيرفيس اشنا هي حريرتها؟ واش فكينا الحريره مع ديك الفرمليه عاد نزيدوها بهادي؟ قلت ما عندها الحريره لا والو، كانت كتقرا معايا ومازال لاصقه. هادشي اللي كاين حالي. هي مشات فيها مسكينه. اجي اخويا اجي. كناش كنشوفو بزاف، حتى ملي كتجي مزروبه مالناش كاين. ملي كنتي معايا في الفاكا ما كنا كنتفارقو، انت اللي بغيتي تحبس القرايه قبل الوقت. بفرو هذوك اللي قراو بحال كنهضر مع با. خليني نمشي قبل ما ندازو. اجي بعدا. هاكي شي كتاب خليه عندك، هاد المره غادي ندي كلاسور. الا بقيتو قسم ما جيت كندي كتاب ما غيبقى لك حتى واحد فيهم. ديهم كاملين، اللهم فك ولا في مولد الزراعة. جميلة؟ ياك لاباس، اش كديري هنايا؟ جيت عند صاحبتي، وانت مالك تابعني؟ لا صاحبتك كله تسكن هنايا؟ مالك؟ كتحق معايا؟ وا جميلة مالكي قاصحة معايا؟ أنا راه غير سولتك، وراكي عارفة. أسيدي، شحال هادي؟ قلت لك فرقني عليك، ما نصلحش ليك. سير شوفك شي وحدة من الموقف. أمدر المعلم، قديتي لي شغلي؟ يالله ساليت منه، ثلاث أيام وأنا خدام فيه، عنقي عواج. إيوا لا واه لا واه لا واه، عنقك عواج بلا كبوتي، لا تجي تسبتك عليه. شحال كان عندي؟ 50 درهم. 50 درهم؟ عاود نسمع. 50 درهم وليك أنت. 50 درهم إيوا لا واه، ماشي حتى الثمن باش شريته. أنا نعطيك 20 درهم، يالله. 50 درهم من أجل المعرفة والمحبة. إيوا شنو زعما، ولا عندك حتى أنت البريفيكس؟ لا فيكس لا كيكس، هذا ثمن الرجولة وكن رجل. فين هي الرجولة؟ ولا ترجل تخبي فلوسها باش ما تخلص الضرائب. سيدي اش دنا الهضره هذه، هاد الهضره القاصحه هذه، اش دخلنا في هاد الشبوق هذا؟ ما تقلقش سير بوختار، ياك ما قلقتك مولات الدار. وزيدون اولاد اليوم يديهم ورجليهم اخفاف. حدك تما الله يخليك. واه شحال عندي؟ اعطيني شغلي. 50 درهم. 50 درهم هكا 50 درهم. انا ليا شغلي. الريبة هادي. جميلة. جميلة. انا جاية ماما. مالك بنيتي؟ مالك خليتيني؟ ياك لاباس؟ والو ماما، غير الماكلة ضراتني في المعدة. كما تعشيتي؟ قبل ماما في العشية ملي مشيت عند صاحبتي كليت شي بغرير وتقل عليا. ياك ما مديك عند الطبيب؟ لا ماما، صافي ملي تقيت وليت لاباس. يلا ترتاحي. يلا
واش هاد زوينين وكيعجبو كاع عباد الله كلهم، ما كاينش اللي يقول لك ما كنحبهمش. وانا منين توجبد ولا هو العشير الحقيقي الوان الله غزلان يحلوا جميع المشاكل. الله 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 الله. شكون؟ واخا انا جاي بلاتي بلاتي. ايه واخا انا جاي بلاتي. او اللي دقيت عليه كنلقى حسد ياك لاباس؟ لا والو بس غير كنت مشغول مع شي حساب ما بغاش يخرج ليا. وفق من القلبه حيد عليا هاد الخردة، حيد عليا هاد الخردة ما نحملو. انا لا ماشي شغلك بعدي مني. جميلة راه مريضة. مالهاش عندها؟ ضرها المعدة ولا بقات هكا خصني نديها عند الطبيب. طبيب؟ ولا لا غادي تكون غير متخومة. عطيوها شي شوية ديال الزعتر ولا توني بخير. تخمات الله يا ربي الله مع من تليت ديها في ولادك شوية وانت مقابل غير الفلوس، واش غادي معاك للقبر؟ الله يلطف بك الله يلطف بك المختار. الله يلطف بك الله يلطف بك يا مختار. الله يلطف بك الله يلطف بك. ايوا لا الله يلطف بي والله يزيدني منهم. يلا طريق طريق. تعطلت يا صاحبي. لا لا يلا خويا هاد الكراس كان مزيان. شوف اش تما شحال انا داكشي اللي اتفقنا. سميتش كصاحبي انا والسيد حتى حشمت في الاخر عطاني لاكارت ناسيونال والفلوس كركد بارلي فشي اتيستاسيون طرافاي وفي جديد بحال ديما. صافي صافي يلا خويا انا مشيت. مالك مزروب؟ المهم عندي شي شويه نبدا نمشي نقدم. يا جاك صراي لا والله الا غير المهم بس بلاص. لا خليني نمشي اخويا حامد الله يحفظك. يلا نعول عليك يا حامد. صافي يلا. ونفسات كاس القارات على القناه الثانيه على مد بحال ديما. قولي المهم وجدتي لي الامانه؟ يا وليدي يا وليدي ما خديت من عنده داك 400 بحال جبت لي من العين سي سيرا في الماريا بعد الكرده. والواليد مسمار مع راساتو والله نطم دبر عليه. خليل لقيتيها؟ مازال صافي صافي. شهادو ردوا لي الوراق ديالي بركه من نقول حي حي سربي سربي الله يعطيك الرضا. فهمت يا الوالد فهمت. ها الدبلوم ها عقود الزياد ها ما كاين مشكل يحن الله مره اخرى ان شاء الله. خلي قبل ما نسولك ونسى فاشت صاحبك حسن باش خدم. خدم في واحد القهوه وانا دابا غادي عنده. مالك شتك غير دايخه ومهلو كاش كاين؟ علاش الدموع؟ والو غير عيانة خصني ارتاح وصافي. ترتاحي ومناش؟ من الحفاضه والصهر ومن هادشي حتى هو. غاد جميله هادشي ما عنده حتى شي علاقه بالعيا ديالك. ما نعرف ماما البارح خلعت بغات تديني عند الطبيب. طبيب وعلاش؟ خفت غير تكون شي حاجه قلت حتى نشوفك نمشيو انا وياك عندو. ياك ما درتيها جميله
مبروك يا سيدي. السيدة حاملة. شكرا. الحق هي انا شي شويه غادي نكتب ليها على دي فيتامين من هنا واحد الشهر تعاود تدوز عندي. خد رونديفو مع الطناسي كريت. داكوغ ميرسي. مبروك. مبروك. كي جاتك الخدمه؟ اش غنقول لك؟ عمري ما كنت كنتصور راسي كارسون في قهوه. ولكن مع القهوه الجديده خوك مدور مع البوربوار. انت اخويا الا خصكم شي كارسون ها هو. حتى انت بديت عليك الدم ولا؟ ما كاين غير اللي طلع الدم. اجي نجلسوا هنا. فين هنا؟ انت ما كلبس لي الحرير حتى كنت سويت. يلا سيدي ريح. اه ربي الله. عقلت على داك الكونكور اللي دوز شحال هذا؟ ايه؟ أجابوني تا هو والو بحال ديما. انا بدات كتبان ليا فشي حركه ما بقى ما يعجب. صافي بدلتي رايك؟ وشنو فاش كنا كنقراو كان كيبان ليا فاش غادي نتخرج وغنخدم ولا باغي يعطيني الفلوس باش ندير شي مشروع. ولكن اخويا غير تخرجنا البيبان كاملين تسدوا. اش بغيتيني ندير؟ دخلت عليك بالله وليدي هو اللي بغى يمشي برا لمن بغى يخلي مهمته مسكينه. يلا تفرقت معاه دابا طلع ليه الدم مزيان تعمات ليه وبغى يحرق. يا ويلي على بغى يحرق. دخلت عليك بالله وليدي واش الحريق ساهل ها ولا هذاك باه اللي عنده يتحرق ما يتم مالا وليدي ما يدير لي شي مشروع اللي يمشي تمعش به مسكين. راه كاين شي والدين كيخرجوا على ولادهم بيديهم وبا المختار واش عيب الله عنده الفلوس وما متع بها حتى شي واحد. الله يهدي ما خلقها وليدي. اش غنقول لك؟ شوف وليدي الله يرضي عليك خالد راه بحال خوك الا لقيتي باش تعاون ولا توقف معاه ربي هو اللي غادي يجازيك. واللي في جهدي انا غنديروها مهمتي. المختار الشك ديالك كولو الكاش ولا ما كاين سلعه الله يعاون. على قصحيه في هاد الناس ولا بس وشوف الراجل عطيتو الشك قال لك لا والو الفلوس ولا ما نعطيك السلعه. ياك هذا ديما كان كيتعامل معك بالشك. ايه الشهر اللي فات كانت الحركه شويه عيانه عطيتو شك فاش بغى يدفعو قلت له اصبر عليا شويه هو يطلع لي للجبل. ايوا باك تعطي فلوس وباش عطاك سلعه اخرى حيد شي فين يجي شي. يا كاسي حيد شي فين يجي شي وانت شغلك معايا ولا مع السبع يواجي وريني اش غادي ندير. با حاش انا قلت لك وصافي انا ماشي سوقي. مزيان اش بعدا واش جابك لهنا على الصباح ياك انا مزعي فيك ما تدوش عندي المحل. كديز من هنا وانا نقول ندخل نشوفك. ايه دوز تشوفني محاشني والمره الماجيه لك تديز من هنا دوز مال لي راه منين راه صافي صافي يا بابا انا غادي. مزيان علي فكرتي في شي حل؟ انا الليل كله وانا سهرانه ما وصلت لوالو. حل كاين غادي نحرقوا لطاليان عندي واحد صاحبي تما. ما نقدرش نحرق. ما بغيتيش تحرقي؟ المهم شوفي شي طريقه قبل ما تبان الكريشه وتفضح القضيه. جميلة؟ شي قهوة كحلة؟ واش تشربي؟ لا ما خصني والو. جيب لها شي عصير ديال الليمون.
كتعرفيه؟ صاحب خويا خفت غير يمشي يقولها لي تاني. يعاود الراس. سمعي، يا اما غادي تحرقي معايا ولا الله يعاوننا ويعاونك. شفت بديت كتيف عليا اش كاين؟ جميلة، انت راه ما عندك حتى شي حل الا تحرقي معايا، وانا ما بغيتش نمشي ونخليك. شوفي كيفاش دبر على الفلوس. منين غنجيبهم ليك؟ خلاصي ما تحملي شي شفار. اش غيشفر لك هاد الميمة؟ قولي لي كيفتي. كنت عند حسن. ايوا وساليت من عنده. ايوا وكاع ما سلمت عليك. حيان عليك العمال. قولي اش بغيتي. بغيت كان امي ما تدوي ليا مع با يعطيني شويه الفلوس. الفلوس؟ اش عاوتاني الفلوس؟ تا لا مهله، بغيت نحرق. تحرق؟ مشي. اش كتقول؟ واش سطيتي ولا مالك؟ يا وليدي الله يهديك، انت بعقلك. هذه ازمه وغادي تفوت. امتى غادي تفوت الميمه؟ واش انا 3 سنين وانا واخد ديبلوم لا خدمه لا ردمه؟ امتى غادي تفوت؟ يا وليدي حبيبي شحال عندي منك. انا ما بغيتكش تغرب وليدي. دخلنا عليك بالله، واش عمرك سمعتي شي واحد حرق؟ بقى حي. انا بغيت نجرب حد دار الميمه. مايمكنش مايمكنش وليدي، انا صفتك تموت. مايمكنش خليت نعطيني كفتي خليني نمشي. صافي نوصلك في الدار. صافي صافي نوصلك. جميلة بلاش يجيو وبغي ندوي معاك. غير وقفي الله يهديك. واش ما كتفهمش عربية؟ فرقني عليك. لا بغي ندوي معاك، أنا مصلحتك راه ماشي عليا أنا. ومن فوقاش كتهمك مصلحتي؟ المهم سمعي، شي داك السيد اللي كنتي معاك بالقهوة راه ما يصلحش غير بعدي منه. شكون غيصلح ليا أنت؟ وداها في سوق راسك وفرقني عليك. أه وجري قولها لبا عاوتاني. عندك الحق. وعا سمعي الله يهديك، المرة سقى صحيك، راه ماشي أنت اللي كاينة في حياته، راه كل مرة جيب وحدة جديدة. شي انا حلمتك انتي اختي ربي راسك. ما غاديش نمشي معاكم يا ماما. حشومه العروسه كتوصي وتعاود خصك تحضري لها فعرسه. ماما والله حتى مريضه. سيري غير انتي وهاجر، انا ما قاده على صداع. خلاص والله الا زدتي فيه. قولي يا جميله جي شوفي ليا اش اللبس هذا ولا هذا. هانتي هذا هانتي هانا هانا. في الحقيقة ماما هذا هو اللي كيواتيك. في الحقيقة ما عندي من غيره، خليته لي جدك الله يرحمه وخلات لي هاد الدهيبات. اجي شوفي لي اين طوان كندير. ماما ديري الذهب ديالك كله، عرفتي على من كتعرض هي. دير كله كله. وشنو واخا انا الحميد. اسلام كيدير؟ لاباس عليك؟ صافا صحه لاباس. اش كدير هنا؟ انت كتشوف اخويا واش هاد الغبون نتايا؟ اي مع الوقت. كي داير الوالده؟ لا لاباس الحمد لله بارك الله فيك. اشرب عطيني واحد جوج قهوات. هذا انت مع ذاك؟ ايه ما كاين حتى مشكل. يلا فين طارق؟ صباح صباح. كتعرفو حسن ولد الدرب؟ انظر صوب شي السيد وراقه. خلنا من السيد، انت موجود تمشي بشحال وراك عارف؟ انت بوحدك تمان وانت والدريه تمان. بركه عام الدوخه حميد وهضر معانا صاحبي. طريق انت بوحدك مليون ونص، انت والدريه غندير لكم بريدكسيون. خلي بريك احم راك عارف اللي كاين. ما غاديش نديها معاك. Pour tous ses péchés, elle est condamnée à mourir lapidée.
جميلة هيك لاباس؟ لا والو. يا أمي والو، علاش كتبكي؟ غير واحد صاحبتي ماتت وبقات فيا. إيوا الله يرحمها. جميلة، واش هادشي اللي كاين ولا مخبي على خوك شي حاجة؟ أنا مولفة كنخبي عليك شي حاجة. وصافي. مساء الخير. مازال ما جاتش منكم من هاد العرس؟ لا با مازال. وحتى أنت وخيل الله دخلتي. إيه. إيه. قلتيها بواحد الطريقة بحال ما عجبك حال، ياك لاباس؟ لا لا با أنا يلاه دخلت. لقيتي شي خدمة ولا بقيتي كدور في الزناقي؟ مازال، ولكن قريب إن شاء الله. إيوا تحرك، راه اللحية ما كتهزل اللحية غير القبر. نودي أنت وجدي لنا على شو. واخا با. صافي. مازال، كي جاك؟ فن وجمعك السي مختار جمعك. حتى وقت ما الدم شاب. بغيتي تدخل اش واقع؟ ما كاين والو، بغيت نهضر معاك. فهمني صاحبي اش كاين؟ يلا يلا نحيدو من هنا. ولي اش واقع صاحبي؟ والو صاحبي، بغيت كي تعيط لداك خينا وتشوف ان نهار غادي يدير الديبار. خلعتيني يا صاحبي كاع. هي سخيتي. وبركه من العصير حامي. ايوا صافي حنا كنعيطوا ليه. الو الحبيب. السيد اللي دويت لك عليه راه موجود. وقتاش؟ السبت الجاي. اش من ساعة؟ صافي وجد راسك السبت الجاي قد لك ايام وصافي. نعول عليك حامي. وصافي يلا تقهوى دابا. لا ما فيا ما نتقهوى. بغيت كير تعطيني السواتات ديال الطوموبيل، باغي نمشي نقضي واحد الصخيرة ونجي. سواد الطوموبيل شنو لقيتيش عجباني؟ مالي شنو تبدل فيا؟ ايوا فني ديك الحيويه والنشاط والضحك وليتها ساهيه. قولي بعدا اش قالك الطبيب؟ الطبيب
لا والو، غير المعده ضراني، خرج لي شي دواء وصافي. داك فارس احلى واش درتي معاه؟ اجي خطوب ولا مازال؟ تفلي عليا. علاش؟ حيت ما خدامش؟ تعقلي على شي ما صاحبتي؟ كانت كتشكون حدانا، ربع سنين مخطوبة مع واحد، كل مرة كيقلب على خدمة من هاد الشركة لهادي من هادي لهادي، حتى لواحد النهار ويحرق للطليان، إلا حرق للطليان عاد واجبو. حتى حنا نيت داكشي اللي غنديرو واقيلا. غنخليك، يلا، باي باي. ما غنشوفكش في العطلة، غنمشي عند عمتي تصويرة. أوكي يلا بون فاكونس، الله يفرج. وعليكم السلام. الحاج مختار لاباس؟ لاباس بخير. لاباس الله يبارك فيك. دخل لك واحد الدقيقه بغيت نتكلم معك. اييه وشكون انت سيدي؟ ما عرفتيش؟ لا ما عرفتكش. الله يرضي. اجي نتكلم معك. واخا انا بغيت واحد 100 درهم. 100 درهم كمل لي 100 درهم باش نمشي لعند ديال عندي شي غرض تما. اييه وهاد 100 درهم هادي كتسال عليا حاشا حاشا انت يا ولد الخير والخمير تبارك الله عليك ما غاديش تردني عارف. ايوا واخا سيدي. ايوا هذا الشيء النهار هذا كله مازال ما صورتش 100 درهم. ايوا ما صورتيها شي اليوم، راك صورتيها البارح والبارح الشهر اللي فات. اش هاد الهضره هادي؟ اش هاد الهضره هادي؟ اش دخلنا حنا في هاد الشبوقات هادي؟ انت ولد الخير والخمير زعما راه عندك اسيدي ماشي شغلك يكون عندي ولا ما عنديش؟ دور معايا جيت عندك دور معايا اسيدي الله يسهل. واش نبقى نمشي ونجي؟ اسيدي شكون قال لك اجي؟ سير بعد مني عطيني تيسع. كبرت بيك وجيت عندك شرط. اكبر براسك علي. نعم نعم علي. كديروا الفلوس وكتبقاو تجمعوا فيهم. ماشي شغلك. سير بعد مني. علي. هاني معلم. شحال من مرة كنقول لك بحال هادو ما تخليهمش يدخلوا عندي. كنت كنصحابو غادي يدخل يتقدى. يتقدى؟ شوف نهار يدخل عندي شي واحد بحال هذا نعطيه اللي يطلب ونحيدو لك من الأجرة ديالك. مزيان. واخا المعلم. دي وحدة أخرى هادي. صدقة ديال بز. كنضحك تاجرو اش بغيتي حتى انت؟ با بغيت نهضر معاك ولكن ما بغيتكش تقلق. هي القضيه فيها التقلق ياك ما حتى انت بغيتي الفلوس. هي هذيك با بغيتك تعطيني ولا تسلفني. صافي حبس انتهى الموضوع. با نكمل راه ماشي شي حاجه كثيره. شوف جوج كلمات غادي نقولهم لك بلا ما تبقى تدور لي على الهضره. بغيت نحرك عطيني مليون ونص. مزيان ايوا تبارك الله على هاد الشباب هذا. هي حتى انت باغي تحرق. والو واليدة وبركة من التشطاب والتخمال ما عيديش من تمارة. واش غندير وليدي؟ راه ولفت نبقى نهار كله وانا شادة يدي وجالسة. اجي الواليدة شوفي اللي خاصك الا كنت نسيتي شي حاجة. الله يا وليدي الله مالك على هاد الشي كله؟ فرق وليدي الجودة على الايام. وخلاص اميمتي راه كناكلو غير رزقنا الحمد لله. الله يرضي عليك وليدي. يا ربي امين. وانا وليدي راه نسيتي النعناع والقزبر معدنوس ياك. ايوا اش غديري اميمتي؟ هاكي هاد الامانه وشري اللي خاصك. عطاك الرضا وليدي غادي ناخذها كلها ياك. اي تسالي كل خير اميمتي. وبلس ندير لك واحد كويس تاعتي بعدا. لا ما نقدرش اميمتي انا غير سالت من الخدمه. يلا الله يعاونك وبارك عليك من جامع. واخا وليدي والله يرضي عليك. الله يكون منك الله ينقي الشوك من طريقك. السلامه. الله يسلمك ماما. غادي الحمام تمشي معانا؟ والله ما قديت ما وصلت غير بالزز. قول لي خلي لك با باش غنمشي عند عمتي. خلي لك قال لك لا هو غيقطع لك الورقه باش تمشي وعمتك تخلص عليك الرجوع. شي غاد الورقه اللي غيقطع لك كيبكي وجاتو السخانه وكيضحك لك هادشي ماما هالجر كيف قص. على بسلامة دي صحتكم. على الصحة. We'll be right back.
راسك. بلا ما تحلم قدام الناس تفضحنا. الذهب ديال امي كله تما. برافو عليك يا جميل، ما عندي ما نسالك. شنو دابا؟ نمشيو للدار نديرو شي جلسه فعلا تاركه. هذيك الجلسه هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. المهم دابا اللي عليا راه درتو، باقا خدمتك. ايه لا لا دابا باقا خدمتي، واليوم غادي نفدي كلشي. عافاك طريق، غدا خصني نخبر قبل ما تفضح القضيه. الدره قلت لهم غادي نمشي عند عمتي ندوز عندها العطله، وانت شوف داك الراجل بغى ياخذ من عندك الدار. هذاك خينا ضربي عليا انا، هذاك خينا كياخذ كلشي. المهم تصنتي ليا غدا، وجدي راسك تلاقاو في لاكار مع الصباح ونقطو تران ديال طنجه صافي. قول لي الوالد ارتاحت شويه؟ ما تصورش شحال فرحانه معنا اللي هاز المصروف دابا. ارتاحت مسكينه. وانت اش دير معاك الوالد؟ نكرني غير كتجبد لي الفلوس كينكرك. وغير صبر، انا كنعرف واحد خينا كيجي للقهوه كيحرك عباد الله وراني دوج معاه عليك. ايه ولكن من غنجيب لي الفلوس انا؟ انا راه بديت كنجمع شويه ديال الفلوس غير كون هاني. احسن واش انت كتجمع الفلوس باش تخسرهم عليا؟ والله يهديك اخويا خالد، واش حنا بيناتنا؟ عارف اللي كاين. تلاقيت مع بوشرى اليوم؟ ايه جاي خطف فيها شي واحد قلت لها تزوجي. وعلاش مسكينه؟ يا كتبغي وتبغيك؟ حيت كنبغي هذاك الشيء علاش قلت لها تزوجي. انا براسي ما عرفش المستقبل ديالي فين كاين. دوماج بنت الناس اخويا، والله الا بنت الناس. وانت زعما قليب خاوي زعما ما كاين والو. قول لي نيت كنت باغي نهضر معاك في هذا الموضوع. ايه ولكن خليها المره اخرى. واخا شوف طلب لي كل شيء حتى الفلوس. نمشي نقطع لك الورقه ديالك. با اعطيني فلوس نقطع انايا وسير نتا حل حانوتك. الفلوس؟ لا انا غادي نمشي نقطع لك، ردي البال الموتور انا جاي. فين غادي اشريف؟ الصويره. 60 درهم اشريف. 50 درهم حتى انت. لا 60 درهم اشريف. الا بغيت 60 نمشي لاكاس. يلا اطلق رانا ديك 50 درهم. هاك الورقة ديالك، وهاك واحد 100 درهم، كيف توصل عيطي لينا. وفلوس الطاكسي با؟ بلاش فلوس الطاكسي، عندك راه خريبة المحطة، سيري غير على رجليك، وعيلي. سلام با. سلام. هادي ولاد اليوم يا حول ولا قوة.
شوف خالد الله يرضي عليك، ما بقيتش تعطل في الليل. كنت زعير معاك. واخا. خصني نعيط لماما نقول لها وصلت عند عمتي. يلا فحلنا جميلة، نسيهم. خصني نعيط لهم طريق، على الأقل نكلم القضية قبل ما يعرفوها. روح الكابين تليفونيك سري عيط لهم. واجي معايا. نبيعو ونعطيك فلوس. بالحق وليدي، إلا خدمتي ترد لي الذهب ديالي. واش بصح المهمة؟ غنتوكل على الله. خالد، أنا كون سعفتيني كون هادوك الفلوس درتي بهم شي بيعة وشرية هنا في بلادك. خلاص أميمتي، شحال هادو ديال الفلوس اللي غندير بهم شي بيعة وشرية؟ شت ما بانت ليا جميلة، فين هي؟ مشات عند عمتي. إيه مشات بلا ما تسلم عليا. واخا. خصني نعيط لماما نقول لها وصلت عند عمتي. يلا فحلنا جميلة، نسيهم. خصني نعيط لهم طريق، على الأقل نكلم القضية قبل ما يعرفوها. روح الكابين تليفونيك سري عيط لهم. واجي معايا. الحمد لله. أنا بيدي حطيتهم. أمتي هنا كانوا هنا. حطيتهم ولو همي بديهم لي. ألو ألو ماما. ألو جميلة بنتي، وصلتي على خير؟ آه وصلت. سلمي على عمتك. واخا ماما. ما شفتيش الدراج ديالي اللي كانوا في الماريو؟ شنو؟ ما شفتيش بنيتي كبير جاتي وخويتي ماتي بتوانكات؟ لا ما شفتهمش. لا بنتي قلبت عليهم وما لقيتهمش. شو سولي بابا؟ سولتو بنتي هي اللي ما شاف والو. ماما ما بقاش كنسمعك. الو ماما غيقطع. بسلامه ماما. جميله اه جميله. حسبي الله ونعم الوكيل. شين علم البوليس زعما؟ خالد سيد ما داير والو. انا مزوقه حلف ليا. والله ما واش انت تشكي فيه؟ والله ما شفت شي ذهب ولا شي حاجه. فين درتي الذهب؟ لما نبعتيه ولا فين خبيتي؟ ما خونت لا ذهب لا والو. باك ما يمكنش يتهمك بلا ما تكون حتى شي حاجه. احسن لك بلا ما تنكر. هادشي راه ماشي بمصلحتك. انا ما كنكر والو، ما عندي ما نخبي. با قال لي انا بلي طلبتي منو الفلوس، ملي ما بغاش يعطيهم لك صرف لي الذهب. طلبت من با الفلوس وما بغاش يعطيني، ولكن انا ما خبطتش. ايه ولكن الذهب اللي تسرق تقريبا هو الثمن ديال الفلوس اللي طلبتيه في باك. علاش بغيتي؟ لا بغيت نمشي لبرا. ثلاث سنين وانا جالس. ثلاث سنين قالك هو جالس ملي نهار سرق الذهب. باش يمشي لبرا. لا سرقتي الذهب. نهار ما خونتش الذهب. ما خونتش الذهب. واش كاين شي واحد كيخون والديه؟ لا ما خونتش الذهب. ما خوتش الذهب. وما تبقاش تعلق فين تفلق، سير مسح لك الطوب الحسن ليك. با حسن الدريه اللي كنتي حاطه عليها عينك مشات ومشات يا معلم. اللي كاين هو الذهب ديالي مشى ليا، ما عرفتو تسرق ما عرفتو توتر. قلبي مزيان ولا سولي جميله اللي تكون دارتو فشي بلاصه؟ ملي عيطت سولتها قلت لي خليتو في بلاصتو. اه قلبي راه يكون فشي بلاصه وصافي. شتي اش قلت لك؟ راه ما ينفع مع غير البوليس. الله يرحم والديك، انا مزوقه فيك، خليني مني ليه انا غادي نسولو. امي واش انت كتشكي فيا؟ انا راه ما شفت لا ذهب لا والو، وزيدون بيتكم كاع ما كندخل ليه. وانت با لو بغيتي تعيط على البوليس عيط عليه، انا راه ما داير والو. ايوا سيدي الله يجعل البركه في المخزن. إيه غادي تقرب لا خاطرك مزيان نولدوكم نقريوكم نكسيوكم وتسرقونا.
هزموني ورزموني ونكريسيكم. مشي نعلم البوليس دابا. خالد سيد انا داير والو انا مزوقه حلف ليا والله ما واش انت تشكي فيه والله ما شتي ذهب ولا شي حاجه. فين درتي الذهب؟ لما نبعتيه ولا فين خبيتي؟ ما خونت لا ذهب لا والو. باك ما يمكنش يتهمك بلا ما تكون حتى شي حاجه. احسن لك بلا ما تنكر. هادشي راه ماشي بمصلحتك. انا ما كنكر والو ما عندي ما نخبي. باك قال لي انا بلي طلبتي منو الفلوس ملي ما بغاش يعطيهم لك صرفتي الذهب. طلبت من با الفلوس وما بغاش يعطيني ولكن انا ما خبرتش. ايه ولكن الذهب اللي تسرق تقريبا هو الثمن ديال الفلوس اللي طلبتيه في باك. علاش بغيتي؟ لا بغيت نمشي لبرا. ثلاث سنين وانا جالس. ثلاث سنين قالك هو جالس ملي نهار سرق الذهب. باش يمشي لبرا. لا سرقتي الذهب. نهار ما خونتش الذهب. ما خونتش الذهب. واش كاين شي واحد كيخون والديه؟ لا ما خونتش الذهب. ما خونتش الذهب. وما تبقاش تعلق فين تفلق. سير مسح لك الطوب الحسن ليك. با حسن الدريه اللي كنتي حاطه عليها عينك مشات ومشات يا معلم. زيدي فين جيبني؟ انا فين غنسنو الفاطيره حتى الليل؟ لا انا ما ندخلش تما. مالك اش كاين؟ لا والو تنفكر غير في دارنا. انا ما كنفكر في حد. انا تفكيري كله ورا البحر. ترى موجودة. نشوف شكون اللي كيسرسر علينا. نشوف شكون اللي كيسرسر. انا انت فقتي بعدا واش انا نعست بعدا؟ نوض دغيا يلا سير بينوض في هاد الصباح. سبحان الله يلا نوض.
اصبح الخير ابو المختار. تما تجي كتفرع لي الباب على الصباح. سبحان الله. كلم لي خالد الله يخليك، راني غادي للخدمه وضروري نشوفه. دخل وليدي حسن دخل. اهلا ومرحبا. باغي خالد ندوي معاه. خالد عندهم شكون هما؟ البوليسه وليدي. علاش يا مرحمه؟ على مالو؟ اش دار شفار سراق صافي. هادشي اللي باغي تعرف. يلا سيدي ضرق عليه زلفتك حتى انت في هاد الصباح. مزيان. اجي وليا، ياك ما تكون انت اللي خلى عندك الدب وجاي تقول في ستنا. انا على الشيطان ابو المختار، واستغفر مولاك. اش من ذهب الله يهديك. خايد راه غير مظلوم. يا قلت لك ولدي مظلوم، علاش جيب لي البوليس؟ علاش؟ واش بغيتي ندير ليه؟ نبارك ليه في داك الشيء اللي دا؟ ها؟ اللي دار الدم كيستاهل العقوبه. اللي دار ماشي اللي ما دارش. مرحمة جميلة فينا هي؟ مشات عند عمتها. شغلك؟ دخل لسوق راسك. وانت اللي شغلك ابو المختار؟ عارفة فين مشات؟ جميلة ما مشاتش عند عمتها. جميلة هربات. هربات؟ هربات؟ كيفاش هربات؟ شنو هربات؟ حرقات ام مرحمة. وين على حرقات؟ علاش ملي سولناك على بنتك قلتي لنا مشات عند عمتها الصويره؟ يا سيدي حيت انا اللي وصلت حتى للمحطه ديال الكيران فوق الموتور ديالي، وانا اللي قطعت ليها الورقه. كيفاش بغيتي نشوف حاجه اخرى؟ مع الاسف الملف دفعناه للمحكمه مع السيد الوكيل، يمكن لكم تمشيو. سي حسن كنشكرك على المعلومات ديالك. هذا واجب يا سيدي. سي حسن يمكن لي واحد الكلمه؟ واخا سيدي جلس. خويا خالد هاد السلامة. خويا الله يسلمك. على سلامتك، لاباس عليك بعدك؟ صافا الحمد لله. قول لي اش وقع لك؟ اش غنقول لك اخويا خالد؟ ما عندي ما نخبي عليك. اجي جلس بعدك. جلس اجي ارتاح. قول لي اش وقع؟ وعريح بعدك ريح. خصك هربات اخويا. ديها اخويا في راسك خالد، وديها في امي مسكينة راه مريضة. هو اللي وصلنا لهادشي. وا خالد ونسى خويا هذا الموضوع وفكر في المستقبل ديالك. الله يهديك. اش بغيتيني ننسى خويا حسن؟ باش ننسى المستقبل اللي ضاع، ولا اختي اللي هربات، ولا بو اللي دخلني للحبس بلا ما ندير والو؟ كنحس بالحكره خويا حسن. واللي بقى فيا هو بو ما عندوش فيه الثقه. فين يا هاجر؟ المدرسة اليوم راه عندها امتحان. ياك لاباس؟ اش هذاك الشيء وليدي؟ فين غادي؟ كان ما نخبي عليك المهمة، بغيت نمشي نرتاح شوية. ترتاح؟ مناش غادي ترتاح؟ اش غادي نقول لك؟ داك الشيء اللي وقع عمرني ما كنت كنتصورو. مرة تهمني بالسرقة والمرة الجاية باش غادي تهمني؟ صافي بارك اللهم بعد من طريق وندرك وجهي. وانا المهم تراني كبرت، خصني نقد براسي وما نبقى معول على حد. يا وليدي
هذاك ربك ما يدوز كنت ما تدوزو. يا انت تبارك الله دابا اللي كبرتي وليتي قد براسك فين غتمشي؟ أرض الله واسع. ايوا واش كتسنى؟ نرغبوك ها؟ نطلبوك نطلبو منك السماحة؟ ايوا صافي وقعت الواقعة وبنت الحقيقة. الحقيقة ديالي وديال اختي راه بانت. وحقيقتك انت عرفتيها؟ مال حقيقتي انا يا مالا؟ ها؟ مال حقيقتي؟ صافي تقدو الكتاب مزيان درك عليا زلفتك يلا خرج من داري. الا هادي اسمع صبرت وعييت ما نصبر لك. الا خرج ولدي غادي نخرج معاه. لا المهم لا انت راه بدارك ومع راجلك انا اللي خصني نمشي. شفتي ترابيك مزيان مشي نشوف ليكون داز لي الكبوت. مالك غادي جايك لاباس؟ لا والو والو غتقنع خويا عندك شي فلوس ندبر لخويا شحال خاصك؟ اللي كان طلعت لي الدنيا فرنسي وبغيت نمشي نبدل ساعه اخرى. وتبت الله يهديك اللي تلف كيشد الارض. ما جيتش عندك باش تقول لي اللي تلف يشد الارض غتعتقني ولا غنمشي فحالي؟ وقلت لك انا نجيب لك قهوه قرب نسير لي سيرفيس ديالي ونمشي للدار واخا؟ يلا ارتاح مع راسك. والله الا البريك حنا كنبنيو به ايوا ما كيحسبو به ايوا سيدي ها بريكه ها جوج ها ثلاثه ها اربعه البريكات. الو ايه رحمن ياك لبس السلع منين جات من عند البوليس؟ ايوا صافي صافي انا جي انا غادي نمشي عندهم ديريكت هما من هنا. سلام عليك. غير اختي الله يعاونك. وقيلا هادو لقاو الداب هادي الله يلا لقاو الداب هادي مزيانة. سي مختار يمكن لك تضبط الاعصاب ديالك لان هذا الشيء اللي غادي نقول لك مازال ما متاكدين شيء منه. ولكن ها انت شوف واش هاد البطاقه ديال بنتك؟ ايه هي هادي بنتي يا سيدي. وهاد السيد كتعرفو؟ لا ما كنعرفوش انا. المهم توصلنا بواحد الميساج من عند الشرطه القضائيه باب سبته اللي كيهم هاد السيد اللي سميتو طارق الرياحي. لقاو الجثة ديالو هو واللي كانوا حارقين معاه. مع الأسف غرقت بهم الفلوكة وحتى واحد ما نجا. والبطاقة ديال بنتك لقاوها في جيبو. يا بنتي ماتت. بنتي ماتت. ما عندك علاش تخلع. مادام ما لقيناش الجثة حنا مازال ما متأكدينش. زيد أصاحبي زيد دخل زيد. زيد مالك حشمان. أمو أنت غير خالد ما تخافي غير خالد. خالتي لاباس دخل. مرحبا بك. كي داير أوليدي لاباس؟ جلس جلس أوليدي. راه غيدوز معنا واحد يومين امونتي ونهار كبير هذا وليدي مرحبا بك. بارك الله فيك. راه مخاصم مع باه. لا حول ولا قوه الا بالله. ومالو معاك وليدي عاوتاني؟ واه خلي داك الجمر راقد وصافي. راه كان غيبات ليا في الزنقه ما بغاش يجي ما جيتو غير بزز. ويلي ولادها تبات في الزنقه وعلى هذا وليدي ماشي داركم وراحنا بحال بحال. حق الهجر جات سولت عليك قبيله وراه جابت لك واحد البريه وليدي غنوض نجيبها لك. اللي كاينه تقول لها خلا بيناتنا البات في الزنقه ولا مات في الزنقه انت سوقك صاحبي. وني راه خويا روفيك سنتي كلشي مات اش غنديروا لهم شري بحال القمر اللي كيقمر بالفلوس وكاين اللي كيقمر بحياته عندنا ما ندير. المهم المهم انت موجود دابا ما عندي ما يتسالك انا راه موجود واحد 10 هنا القضيه وانا معك صافي سير تنتصل بك يلا بسلامة.
مختار المختار الله يهديك سيسمع الولد حتى يرجع. واش حتى كبر عاد خرجتيه للزنقه؟ هي اللي غادي تحك له الزنافر باش يولي راجل. مازال زايد فيه، انت ما عندك كبده على الاولاد. البنت ما عرفتها ميته ولا حيه، الولد جريتي عليه، انا ترخوت عليا، شكون اللي بقى لك؟ شكون يا هاد المراه؟ يا هاد المراه راه الا بقى لي هنا تيتينيني عمرو ما يقصح. خليه يضربوا الحيوط باش يعرف بحق الوقت. عمرك ما تغير، غيجي واحد النهار المختار اللي غتندم فيه. انت اللي غادي تندمي الا ما شديتيش عليها فمك. حسن؟ أهلا أخوي حميد. موجود؟ الله يرحم باك لما تصوم معايا في تمن. والله ما عنده ريال، راه غير أنني نسلفهم لي مع هاد الباترونة ديالي. شو كيف دير؟ الله يرحم باك. ملي الدعوة هكا غتعطيوني 7000 درهم، والله ما نقص لكم فيها ريال، صافي؟ وأنا ريال يا أخويا شحال قاصح. حسن راه ماشي انا اللي قاصح، راه الوقت اللي قاصحه مزيره. شكون اللي غيضمن لي المشيان ديالو؟ الا ما مشاش انا اللي غادي نعطيك فلوسك. واش بالك نعيط للسيد؟ عيط ليه. فين اصاحبي؟ فين انا كنت نتسنى فيك؟ في الخدمه. اوي شت في الكيسه كامله وقلت لي الخدمه. حسن اخوي راسك، راني كنت في الخدمه تاع بريكول ديال واحد الشركه، عطوني واحد الدوسي وقال لك خصك تكملو دابا. يلا ساليت. هي الصرف موجود وليدي. ها راه بريكول ديال النهار منصرف. المهم راني فديت القضيه ديال الحريق. حريق وغدا راك غادي. ايوا وانت؟ انا بلاش شي، الا مشيتي انت بحال اللي مشيت انا. ايوا ولكن اش من ولكن الله يهديك، واش تخصو بي راسك تقول لي ولكن؟ الحريق راه كيبغي الخفه وليد انت اخي، ما عندكش الفورمه ديال الحريق. المهم واش ما كاين حد هنا؟ ولدي ولدي خليل، جيتيني جيتيني وليدي، جيتي على سلامتك. على سلامتك. حي انا عليك يا وليدي، سخيتي بميمتك. اش كاين شي واحد كيسخى بميمته؟ ولكن راك عارف خليل مالك صفر، كنتيش كتاكل؟ شوف انت دي حوايجك لبيت غنصوب لك ما تاكل. لا المهم انا جيت نقول لك بسلامه، غادي نمشي نسافر. مسافر احسن يا وليدي جيتي تعمر عليا. على قبلك المهم علاش غنسافر؟ باش ملي نرجع نخرجكم من هاد القاهره. انا ما بغيت والو، بغيتك غير انت تسخن لي كتافي بلاش علينا هاد برا. شوف اختك مسكينه اش وقع ليها، انا ما بغيتش يوقع لك شي حاجه. دعي معايا المهم، دعي معايا ربي سهل عليا. الله يسهل عليك. خصني نمشي. بلاتي بلاتي وليدي تسناني واحد شويه. ما تمشيش اخويا، بقى معانا. غادي نرجع ان شاء الله. علي مزيان. هاك وليدي هاك هاد الكبوت ديه معاك لبسو، راه قالوا لي كاين الشتا والبرد تما. حوايجهم عندي ما ندير بها. عفا وليدي دير لي خاطري، راه قالوا لي كاين البرد وانا ما عندي ما نعطيك، انا مسوق. هاكا وليدي شوف ملي سالي منه لوحي تما لوح هاكا. الله يرضى عليك وليدي الله يرضى عليك. واو إذا معاك أحسن من بابا.
حسن. أهلا بخير. صافا جمك راه مشى. إيه راه مشى ولكن ما اتصلش بيا. شحال حنا كنلعبو. صاب صاب شي قهوة صاب. إيه واخا. حميد العاقل. إيه يا سيدي. بوليس تمشي معنا. ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. مشوا عند خوتكم ياك. اه فهمتكم. تمشيو عند خوتكم دابا دابا. الله 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 رجعتي. وين فين مشى هذا؟ فين مشى كبوتي؟ فين مشى هذا؟ فين رحمة؟ لا 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 وين عندك عندك رحمة. اللهم ارحمني برحمتك. فين مشى الكبوت؟ فين درتي كبوت؟ اش بغيتي؟ ياك غير قديم. انا لا بغيت كبوتي. بغيت يكون بالي ولا جديد ماشي شغلك. بغيت كبوتي ولا غادي تشوفي اش غادي يوقع لك. اش غيوقع لك؟ بعتو ايوا صافي. بعتي؟ اويلي 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 اويلي. واش عرفتي اش بعتي؟ عرفتي اش بعتي؟ مصيبه هادي مصيبه هادي مصيبه. شوف المختار ما خليتيش ليا مصروف وداز مول مالي وبعثوا ليه 100 درهم وتقديت منهم راه خليت لك اخويا الصرف. مول مالي ياك مول مالي وين انا مول مالي؟ مول مالي مول مول مالي. كبوتي كبوتي كبوتي. يا ربي السلامة يا ربي. كبوتي 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 فين كبوتي؟ شكون جاب كبوتي؟ اعطوني كبوتي. فين امو البالي؟ مو البالي عيبا. فين امو البالي؟ هنا غادي نلقى هنايا هنايا. فين كبوتي؟ فين عيبا؟ ان شاء الله يخلي. لا خدرو احمر خدرو ازرق خدرو ازرق خدرو ازرق. كبوت كبوت الكبوت ديالي كبوت كبوت كبوتي. لا ماشي هذا ماشي هذا. اسمح لي اخويا. ماشي كبوت كبوتي. شكون شاف كبوتي عباد الله؟ واخا قسنا سخنا حداك. فيكتيم جديد؟ كيفاش فيكتيم؟ اسمع الخاوة فلان اللي كتسلى فيه غدا الفليسات وصلت. ويلي دابا حتى انا ضحك عليا. وضحك علينا كاملين. شهر وانا غدا جاية عرفتي ولقاه. وترى نشدو وترى نقطعو وترى نرجعو طراف. سميتي نادية وانت؟ خالد. اسي اسي خالد ولا عبقادر ولا بوعزة حتى الدريرة ديالي. شمن ديالك؟ واش جديدة هادي؟ شي دابا راه بغيت انا نبيع لك الهيبة باش ما يزعم عليك حتى واحد. واش شكيت عليك؟ انا ما ديالت حد. هادشي اللي خلاني نهرب من دارنا. اه بغيتو تناقرو سيرو لهيا. يلا هي ما ايها النبي. هادشي كلشي نعمس اللي درتو. كنت كنحرق الناس وكنت كنزور كاع الوراق. جاو المحكمه وجاو الاداره وكلشي
نعم سيدي، حتى نصبوا الاحتيال كنت كنديرو. وني نعم سيدي، راه الذهب جابوا لي طريق، انا راه ما سرقتوش. تقرا ولا نقرا؟ بلاش نهمس. ما عندكش اعتراض على داكشي اللي تما؟ لا ما عنديش. يلا وقع. ديالي فين شتا الصاك ديالك؟ فين هو داك اللي كان معاك؟ واش هو فين مشى؟ سير قلب عليه، صوني انا. صافي اتفقتوا عليا. ما تضربنيش ما تضربنيش، اش ضربني انا؟ سير شوفوا هو فين دارو. يلا زيد حد قاف الهضره. سير بعدي سير اخ مرض كي داير. رحمه قول لي ادخل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. تفضلي لالا. ما راجلك ما جاش؟ مريض سيدي ما يقدرش يجي. هاد الامانه هادي واش ديالك؟ ديالي سيدي. ديالي سيدي ديالي. ايوا قلبي وشوفي واش ناقصك شي حاجه. لا سيدي ما ناقص والو. لقيناه في واحد الدار ديال نصاب كبير. الله يرحم والديك. اسمحي لي يا لالا، الامانه غادي تسلميها في المحكمه. سيدي الله يرحم والديك، ما عندكمش شي خبر على بنيتي؟ نهار يكون عندنا الجديد غادي نعاودو نتصلو بك، دابا يمكن لك تمشي. خويا بغيت نبيع هاد الكبوط، راه يجي قدك. شريف شري من هاد الكبوط. لا اخي ما عندي ما نعمل به، الحال سخون دابا. واه انا باغي نمرضو، باغي نفقصو. شديك بنادم كيسحب راسو واعر. انت درتيها به وانا قدمت لي معاك، راه صحاب الشفاره فحالك. اجي دابا انت علاش كدافعي عليه؟ ها علاش كدافعي عليه؟ ما بغيتي ديري لي كنطره ولا شي حاجه. تطلق مناش بيني وبينك، ما الكاتب عليا القاعد الشفار الاخر. هذا شفار انا شفار. اي حاجه جولي
الفلوس. من جاو هاد؟ منين جاو الفلوس؟ هزا معك فلوس؟ هزا معايا والو يا انا. شوف انت شوف الطب. هزا معايا والو. ندبر عليه. شوف ما ندير به. بغيت نبيع هاد الكبوط. كبوط عامر. بغيت تشوف مات. مرحبا. ولاش اخويتي معذبه راسك؟ راه جينا غنشوفو كي درتي. اعدابكم راح. مرحبا بكم. ربي يخليك. ما حاسه المسكين راه كيجي ديما يشوفنا. راه بحالو بحال خالد، راه ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. راه حنا خوتا خالتي. ما كاينش شك وليدي، الله يرضى عليك. قولي لي بعدا، هذاك الطبيب الاخر اللي ديتو عندو واش قال لكم؟ اش عندهم ما يقول؟ هذا مكتبو كنصرف. الحمد لله اللي لقيت خوه معاوني عليه، الله يكثر خير. ورا ما فيها باس اخوتي، الخوارة حدها الدنيا. واش نقول لك؟ علاش اخوتي ما تمشيش تسبي ليه وشوفي عاوتاني على سيدي ربي؟ يا اختي راني ديتو سببت ليه، زورتو، ديتو عند الطبيب العادي، ديتو عند الطبيب النفس. واش قال لك خالتي الطبيب النفساني؟ قال لك وليدي عنده صدمة وخصو يعرف شنو السبب. على الدرية تغسلت في شبابها ماشي السبب؟ والدري اللي مشى تغرب ماشي سبب؟ واش غنقول لك اختي؟ الله يجعل ربي يشافيه. امين. نظرة خالتي، كاين شي خبر على خالد؟ وي مسيو شاهين، لاباس عليك؟ الحمد لله، لقيتيني خدام في الدوسي ديالك. أييه؟ إيوا غير صيفط ليا الوريقات، راك عارف، لونكاجمون ولا فاكتور فيزي. راك كتعرف أخويا السيركوي ديال لادوان. أييه، راك كتعرف خدمتنا كي دايرة، كاين فرق ما بين ترونزيتير وترونزيتير. إيوا داكوغ، تصيفطهم ليا اليوم إن شاء الله، غدا نخرج لك السلعة. داكوغ؟ يلا، مع السلامة. وي نسيت الرونديفو د الربعة. أي يلا يلا. خد أبو عافاك يا كنعزلك مختار. قول أخويا شوية، قول من عندها مسكين، عاف أخويا، قول غير شوية. هذا الإنجاز من ديران والفوز الساحق الذي خططه محمود أحمد جادة المرشح المسؤول على التغيير المخصص للمنتخب. جهاد حصل حقب وزارة الداخلية. خالد؟ مالك؟ قيدها عفو. السلام عليكم. عليكم السلام. أعطيني واحد مسكة. أنا شريف، بغيت نسولك. تفضل. هذيك السيدة اللي خرجت من عندك من هنا فدوى عاد خدات المفاتح ديال الدار ديالها. اي هذيك واش نقول لك، الله يعمرها دار. الحق مسكينة ما عندها زهر.
مالها اجي شعندك تينا كتسقسي عليها؟ شوف شريف، انا واحد السيد معقول وقصدي شريف، والواحد خصو يسول على راسه ولا لا؟ معقوله، ما عندي ما نقول. البنت الله يعمرها دار داخله سوق راسها، بنت معقوله وبنت الناس، وخدامه على واحد العائل سيتو عندها صغير ملي مات الراجل ديالها. وفين خدامه؟ اشرب سيدي. جميلة، جميلة ماتت. كيفاش درتي حتى لقيتيني؟ ماشي مهم، اللي مهم هو راني لقيتك. كل ساختي راه بغيت نهضر معاك. ما عندي ما نقول. قلت وليد كذا تبارك الله. قعدت شحال المهمة كنتي مخبية عليا؟ حتى ولدي ما بغاتش تخلعك. الحمد لله اللي جمع الله شمل. ياك ياك جميلة بنيتي، ياك أنا حسبني غرمتي. عمرك ما درتي لي التليفون وقلتي لي يا ماما رانا مازال حية ياك. ولا على الشيطان الرحمن. الحمد لله من يرجعوا لك وليداتك بخير وعلى خير. الميمة. نعم. شتي بنتك جميلة ونسيتيني؟ وشو هاد المغيار شو؟ حاشي يا وليدي حاشي، انت الخير والبركة الله يرضى عليك. سمحيني يا بنت سمحيني. ما تقوليش هكا خالتي. ما كلاش مني قلت الصواب. كي جاك الكادو؟ زوين شكرا. با با راني عارف كتسمعني. برا جبت لك تتا كادو ديالك. غنمشي نجيب ليه الكادو ديالو. با قلتي على هذا الكبوت؟ ويلي هذاك الكلوحو كبوتي فين درتي كبويت؟
انا غادي ما غاديش نخليك تورات.